مين اللي هيجي يلحق بقى نادي الزمالك عشان عنده زي ما انت قلت كده بطولة أفريقية وهو نفسه فيها؟ حاليا الزمالك بيفاوض كالديرون المدير الفني الارجنتيني، ودخل جارديرون بقى، مش كارتيرون عشان الناس تفصل. كالديرون كالديرون دال مش ده ارجنتين، ده ارجنتيني درب منتخب السعوديه وخد دوري السعودي مع نادي الاتحاد جده سي في محترم، ودرب النادي الوصل الاماراتي ودرب في فرنسا واخد كاس عالم مع الارجنتين كلاعب وكمدرب، سي في قوي جدا جدا. لكن التفاوض معاه صعب مش سهل. ليه؟ طلباته ايه مثلا؟ اثنين مساعدين اجانب، وطبعا هيبقى راتب عالي جدا، مش سهل. اعتقد طلب 150,000. وكمان هو يعني هيمنع اي تدخل من اي طرف واي جهه، محدش يقدر. الناس ما بقتش تتدخل والله. لا في تدخل بشكل كامل. ودي كده يعني، خفافي كده، حاجه لا صحيه. مش ودي يعني، مش ودي. خليني اقول لك ان سبب عدم مقدره الزمالك على جلب جروس او فيريرا هو التدخل. يعني كان بشكل صريح كان في وقت من الاوقات كان في تدخل، بس الصراحه امير عامل تباعد للشكل الاداري عامه، وهو اللي معني بالكوره. بس طب خليني اقول لك ان فيريرا قال ان انا لو هدرب الزمالك ممنوع اي حد في نادي الزمالك يجتمع باللاعبين. ليه؟ لان هو عانى او اشتكى. بس هو مش من حقه برضه استاذ سعيد يعني. لا يعني ما هو انا كاداره عايز اجتمع باللاعبين مثلا. ما هو جرب وخد تجربه سيئه وليها نتائج سلبيه بالنسبه له. لما هو كان موافق وكان بيجمع الاربعه المساعدين بتوعه، وكان يعني كان الموضوع ماشي. ان هو فيريرا وقفت ليه؟ فلوس. فيريرا اولا ليه فلوس، ليه فلوس قديمه، وكمان رافض التدخلات، وهو عنده تحفظات كبيره محدش يقدر يضمنها. يعني محدش يقدر يضمن له ان هو يحققها له. هو اعتقد اللي اتصرح على لسانه، ما اعرفش مدى مصداقيته، ان هو قال ان هو نادي الزمالك عايز يتعاقد معاه شهرين فقط، وهو عايز يتعاقد موسم كامل. ده جروس. وخلينا نقول ان دي مسببات للهروب، ان هو مش عايز يتعاقد مع نادي الزمالك. هو دخل في صدام مع اداره نادي الزمالك في فتره معينه، وشايف ان هو مش هيبقى ده فيريرا وده جروس. خليني اقول لك ان الاثنين بيحترموا جمهور الزمالك جدا جدا. ما هو فيريرا عمل تويت امبارح وبيشكو فيها نادي الزمالك وجمهوره، وحريصين جدا جدا على ترابطهم بجمهور الزمالك. لكن هم شافوا ان في لغه صدام بينهم وبين الاداره، دي ما فيهاش احراج ولا فيها مشكله، ان انا مش متفاهم مع التركيبه العقليه للاداره دي. في مدرب تاني يعني زي كارتيرون كان متفاهم جدا جدا، وكان في لغه ود واضحه جدا، لكن هم مش متفاهمين، شايفين ان هم مش هيعرفوا يشتغلوا، لان زي ما قلت لك بيرفض ان يكون في. انما الاوقع مين اللي هيجي؟ لان عارف في حد ايطالي كمان برضه على الساحه كده من ضمن المفاوضات. انت لو اتكلمتني على الاوقع، مفيش حاجه اسمها اوقع في نادي الزمالك بكل صدق. امال في حاجه اسمها ايه؟ في حاجه اسمها الدنيا، المزاج ماشي ازاي دلوقتي، او ايه اللي بيحصل في الساعه الاخيره. يعني خليني اقول لك ان طلع اكتر من 20 خبر، ومش ده يعني 30 20 خبر دول مش غلط من الصحفيين، لا ده حقيقي كان بيحصل تفاوض بالفعل. ميتشو وقع لنادي الزمالك. يعني انا بقول لك ميتشو وقع لنادي الزمالك، والزملاء الاعزاء في المصري اليوم لما نشروا الخبر ان ميتشو مديرا فنيا لنادي الزمالك، يعني خمسه زملاء اعزاء في المصري اليوم في قناه نادي الزمالك وفي اللجنه الاعلاميه نادي الزمالك، فمش هنشروا حاجه بالغلط. فكان هو فعلا موقع. انت قصدك ان في متغيرات بتحصل كل ساعه؟ بتحصل. طب هو من حق الاداره، ما هو عايز يشوف الاوقع، يعني يتعاقد مع ده وبعدين يحس ان لا المرحله مش بتاعته، او اختلافات في مجلس الاداره. يعني هو ميتشو شغل طبيعي ميتشو اتحط ستيبن، بحيث ان احنا، لكن هم قاسوا رد فعل الجمهور من خلال الخبر اللي تم نشره. فلما لقوا رد فعل الجمهور قوي جدا ورفض جدا، فاستبعدوا ميتشو تماما. لان حتى لما طلع، لما شفت في الظهور التلفزيوني ميتشو قال ان انا اتمنى ان انا صالح ان انا عملته لنادي الزمالك، واتمنى ان انا ابقى موجود. هو الراجل عايز. هو موقع ان فعلا نادي الزمالك تاني. يعني هو الزمالك فعلا كلموه واتفقوا معاه. بس لما لقوا رد فعل شغالين على الارجنتيني اكتر، ولو جه هيبقى هو الاوقع، او شايفين ان هو السي في اكتر يقدر يحقق حاجه مع نادي الزمالك. لان يلحق نادي الزمالك ده خلاص. الماتش ايه؟ ماتش 17 او 18 اكتوبر اعتقد. في انا لو كلمتني بشكل شخصي، افضل اختيار لنادي الزمالك في الفتره الحاليه هو خالد جلال. يعني تقديري الشخصي خالد جلال. خالد جلال ده لغه الجمهور، مش لغه احمد خير. هيقول لك تاني مدرب مصري ما ينفعش مع الاهلي والزمالك. اول حاجه انت عندك 20 يوم وهتلعب مباراه فاصله. المباراه الفاصله دي مش محتاجه تكتيك ولا شغل عالي جدا، ولا محتاجه مدير فني عبقري اجنبي علشان يعمل لك الشغل ده، لانه خلال 20 يوم مش هيقدر يعمل ده. علشان يتعرف على اللعيبه بس، مش هيلحق يعمل انت في دماغك ده. الموضوع عايز حد يكمل على اللي عمله كارتيرون. عارف كارتيرون كان بيلعب ازاي؟ هو كابتن طارق يحيى مكمل. لا كابتن طارق يحيى بقى اقول لك ليه بقى. ليه انا قلت خالد جلال مش طارق يحيى؟ لان الكاريزما مختلفه. الكاريزما بمعنى ايه؟ شخصيه خالد جلال بتلقى يعني قبول لدى اللعيبه اكتر، قبول واحترام وسيطره.
يعني تشوفه كده حد بيقدر يسيطر جدا جدا، وده حصل في تجربته مع نادي الزمالك، وكمان عنده فكر. انا بشوفه الراجل فكره التكتيكي عالي، لكن ده لا يسيء طبعا لكابتن مصر لا يسيء لكابتن طارق يحيى، ولكن هو بيشوف المرحله استاذ سعيد، المرحله اللي ممكن يبقى اوقع ليها خالد اكتر. انا خليني اتكلم معاك بصراحه، انا بحب ابقى صريح دايما جدا. اللعيبه بتشوف كابتن طارق يحيى راجل بيطلع يهزر ويهرج ويقول افيهات وحاجات، وفي السوشيال هزار عليه، فبالطبيعي ده ما بقاش شخص مقنع ليا، ما بيبقاش شخص مقنع ليا خلاص. انا كلعيب ده ما بيبقاش شخص مقنع ليا، فلازم اللي يكون بيديرني انا مقتنع بيه.